مشاهدينا إليكم هذه طائفة من الأخبار حول العالم. صممت شركة يابانية مسجدا متنقلا يكفي لخمسين شخصا، وذلك استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020. ويمكن نصب المسجد خارج الملعب ليتمكن المشجعون من أداء الصلاة بالقرب من أماكن إقامة المسابقات. خانة الرياح الإيطالي أرتون كازولينو الذي حل في المركز الثاني في المسابقة الدولية لركوب الأمواج بالطائرات الورقية، وكاد كازولينو أن يفقد السيطرة على طائرته بسبب الرياح القوية التي أدت إلى دورانه مرتين في الهواء وخسارته للقب الذي أحرزه الأسترالي جيمس كارو. في الكويت انطلقت مبادرة خيرية بعنوان ريفود للحد من هدر الطعام وتوزيع الفائض منه على المحتاجين، ويشارك في المبادرة نحو 20 شركة أغذية، ويقوم المتطوعون بتعبئة فائض الطعام في صناديق وتوزيع على نحو 300 أسرة محتاجة. إلى البرازيل، حيث أضيئت صورة لقلب نابض على تمثال المسيح الضخم في ريو دي جانيرو، وفي إطار حملة للتنبيه من مخاطر مرض السكري والقلب على كبار السن. ويقول منظم الحملة إن أمراض القلب هي أكثر أسباب الوفاة شيوعا بين كبار السن في البرازيل. وأخيرا إلى روسيا، وتحت شعار لنجعل الحياة أكثر إشراقا، احتفل الآلاب بمهرجان الشعر الأحمر في مدينة نيجيني، وضم الاحتفال أشخاصا من جميع الأعمار، كما ضم حيوانات كالقطط والكلاب إضافة إلى الطيور.